صل عليك يا محمد، صل علي وعليه. احفظوا الله، نقدر لو طلعت في الدرج هادو يقدر يطيح بيا هادشي، خطر عليا انني نطلع. تخلعت حيت كتوقع لي، شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم كتخلع غير من راسي. حجر داياك هادشي اللي ظنيت انها كانت. شوفوا باش انا قلت لكم بحال شي حاجه، بحال شي جريده، تتعرفوا على هاد المآثر وتستمتعوا بهاد المناظر اخوتي ديال التراث المغربي. في الصغر نتلهف لكي نصبح كبارا، ثم تأتي مصاعب الحياة لتجعلنا نندم على انتهاء الطفولة. أجمل ما قيل عن الحياة: ليس للحياة قيمة إلا إذا وجدنا فيها شيئا نناضل من أجله. التفاؤل، تفاؤلوا تفاؤلوا، التفاؤل والإصرار على أن كل شيء على ما يرام حتى في أصعب اللحظات. التفاؤل هو الاعتقاد بأن كل شيء جميل بما في ذلك ما هو قبيح. تفاؤلوا تفاؤلوا، فالهموم مثل الغيوم، ما تراكمت إلا لتمطر، ما تراكمت إلا لتمطر جمال الدنيا بجمال العلاقة مع الله. السلام عليكم حبيبي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ نتمنىكم اخوتي تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا ربي. فيديو جديد ونهار جديد وديما جديد مع مريم فاميلي كما العاده، ديما جديد اخوتي معايا. اليوم اخوتي وقولي رمانه اخوتي، اليوم غادي نشارك معكم واحد الفيديو ديال التراث المغربي اخوتي. جبتكم معايا لهاد البلاصه هذه الغزاله ما شاء الله عليها، اللي كامله تاريخ مدينة الفنيدق اخوتي. غادي تشاهدوا مآثر جميلة جدا. انا بشاشية سبور اخوتي، ايوا انا كنغير سبور مع هاد الدنيا هنايا، كلشي حجر كلشي رايب كلشي طايح. اجي تشوفوا، غنديكم معايا. كنتمنى يعجبكم الفيديو. شوف كيفاش عامل هادشي، هانتوما اخوتي. دابا غادي ندوزو ليه نشوفو شنو كاين. ها انتوما شنو هذا؟ هذا شنو هذا؟ هذا بغيت نكتشف شنو هو. اجيو نشوفو، هذيك راه هي كليسيا، كليسيا راه هي اللي كيصليو فيها، كنيسة. اجي نشوفو هذه شنو، هذه شنو هادشي هذا اخوتي؟ ندخلو نطلو نكتشفو شنو هادشي. بسم الله، شنو هنا؟ هذه كانت غير شي بلاصه بحال واقيلا شي جريده كنظن، حيت ما باقي لا حيوط لا والو هنايا، بقى هنا غير هاد الورد، ما كاين والو هنايا. هاد السور هيدا مطيح، ما كاينش شي جرد. نمشيو نشوفو شنو كاين ليهم. أجي مرحبا بكم معايا. الكرمص سبحان الله، شوفوا شنو كاين هنا. انتم اخوتي شنو كاين هنايا، شوفوا شنو كاين هنايا، شجر ديال الكرمص سبحان الله. شوف كيفاش ناضوا، اجيو معايا نشوف شنو كاين. شنو كاين؟ أي ما نعرفش كيقولوا له. شنو نسيت، نسيت شنو كيقولوا له شي حاجة. أجي نطلو مليهن، نمشيو نطلو نشوفو شنو ديك الشي. خوتي خوفانين هاد البلاصه اللي كتكون مهجوره، يعني كيكون فيها شويه الخوف. ها نتوما شنو كاين هنايا، هادشي هذا كان مقسوم. بسم الله، عندكم تهبط بكم شي حجره. شوف بحال اللي كانوا هنا بيوت، شتو بحال اللي كانوا هنا بيوت.
هانتوما شنو هنايا؟ بيوتا كانوا كل واحد وبيته. شتو هادشي كان في عهد الاستعمار. اجي نشوفو شنو كاين ليه نعاود. نخرجو بحالنا نشوفو شنو كاين الجهة اخرى. خوتي كنعشق انا هاد المغامرات هادو، هادشي هذا كيعجبني نكتشف شنو كاين. يعني كنبغي هادشي هذا، والصراحة واخا خوافة كيعجبني المغامرات، يعني تغامر و المهم كتحس براسك عملتي شي حاجة وعندك بسم الله الرحمن الرحيم. كتخلع غير من راسي اتحرك شي طوير مليون وخلعني. اجيو يلا اجيو شوف خبارك. ما كنصورتش؟ لا كنصور. شنو هنا؟ هنا الموضع اللي خفت منه انا باش جيت نطلع في الدروجة العايلة ديك النهار. عرفتي شنو كاين؟ اجي تشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هادي كتخرج، هذا بيت. شوفوا كيف عامل. هانتوما كيف عامل لهنا، وهذا بيت. شوفوا الباب ديالو حانية. هذا شوفوا كيف عامل. شوفوا خوتي، بسم الله الرحمن الرحيم. اجي نشوفوا شنو كاين الفوق. بسم الله الرحمن الرحيم. واو خطر هادشي، خطر. شوفوا شنو كاين هنايا. كلشي تهرس، كلشي حيد، كلشي طاح. يعني انا مغامره براسي في هاد البلاصه هادي. دابا الله يحفظ، ولا نقدر ولا طلعت في هاد الدروج هادو يقدر يطيح بيا هادشي. خطر عليا انني نطلع، ياك خطر. نقدر نفقد التوازن ونطيح، ما غاديش نقدر اخوتي نزعم، حيت الدروج ضيقين ويمكن لي نقدر نطيح. ما نغامرش اخوتي براسي، نقدر الله يحفظ يكون تما شي حاجه خطيره. شوفوا شنو كاين هنا. لا خطر. هذاك علاني يطيح. شوفوا هذاك اللاجور علاني يطيح. هذا شتو؟ نعاود بحالي باش نشوفو بلاصة أخرى. شوفوا شنو كاين هنايا. شفتو هادي؟ ديك النهار جيت ما قدرتش ندخل ليلى، ما قدرتش يا خوتي. دابا غادي نحاول انني ندخل. كيفاش عامله هاد؟ هانتوما شنو كاين هنا. كيجيو الناس مساكن لي ما عندهمش والديهم ولا اللي متشردين كينعسو هنايا. الله يكون في العون. كيعملو هنا الدراري عاود طواجن، كيجيو منتزه وكيعملو طواجن هنايا. العافية ما كتطفى لهم شي بالريح ملي كيكون الريح. شوفوا شنو كاين عاود في الجهة الأخرى. هانتوما شنو كاين هنايا. اليوم خوتي تشجعت واحد شويه حيت ما كنتش بوحدي. مره اخرى كانوا معايا ولكن ما دخلوش معايا، هاد المره دخلوا معايا حيت انا كنت خوفانه انني نتعطل داخل ونصور وداكشي، ولكن هاد المره هادي استطعت انني نصور بخاطري، يعني بشويه عليا مرتاحه حيت كاينين معايا الصديقات ديالي اللي دخلوا معايا. يعني ملي كيكون معاك شي انسان يعني كتزعم، ما كتبقاش مخلوعه. هانتوما شنو كاين عاود هنايا. هاد البلاصه كبيره خوتي، كبيره بزاف. هانتوما شوف شنو كاين هنا. هادي ساحه كبيره، شفتو كبيره وكامله السراجب ديالها. شوفوا قداش كبارين. واللي هنا عاود ثاني بحال كاينين شي دروج كيهبطوا لشي بلاصه. اجي نشوفوا شنو كاين تما. هنايا الشجر ديال كرموس، كرموس بزاف كاينين هنايا. هانتوما
نشوفوا شنو كاين. ها انتم شنو هنايا؟ الحمد لله حتى حاجه ما خلعتنا، كلشي هو هذاك شفتو. سبحان الله كيف عملوا بناو هذا الشيء، هذا غريب. البني شوفوا اللاجور كيف مبني واقف، شفتوه اللاجور ها انتم مبني واقف. أودي الله يحفظ يهبط بيا شي قنت. المهم شوفوا شوفوا شوفوا، خرج بحالي من هنا. يلا ما تنساونيش باللايك ديالكم والتعليق المزيون، واللي دخل عندي القناة لأول مرة كنتمناه ما يبخلش عليا بالاشتراك ديالو. اللي عجبني أنهم كيعملوا السراجب كبارين، السراجب عندهم كبارين شفتو. السراجب بحال بيبان، بحال كراجات ماشي بحال بيبان، بحال بيبان اخوتي. شفتو دابا هاد المآثر اخوتي خصهم الترميم باش كيبقاو، راه هادشي هذا راه مهم انه فهمتي. خصهم الترميم ويتهلاو فيهم باش ما يريبوشي وما يطيحوشي، ولكن كل شيء راب كل شيء طاح خسارة. الهندية في كبرت سبحان الله حتى ما تراب، شفتو بيبان. شوفوا شوفوا فين عاملين اللوسة، شفتيها؟ اه ما شفناه كنصورو صافي ماشي مشكل. ايوا خوتي انا صورت لكم شنو كاين هنايا، وبينت لكم على المآثر ديال الفنيدق القديمه، وكاينين بزاف ديال المآثر ماشي غير هادو، كاينين بزاف في وسط المدينه وفي النواحي ديال المدينه. مرحبا بكم عندنا في مدينه الفنيدق باش تتعرفوا على هاد المآثر وتستمتعوا بهاد المناظر اخوتي ديال التراث المغربي، يعني شنو كاين في التاريخ ديال المغرب. المهم عرفتكم على ديك القنت وعرفتكم على هاد البلاصة وعرفتكم حتى على هاد البلاصة هادي، هادي يعني حتى هي هاد البلاصة هادي كتشوفوها بقاو غير السواري كاينين، معرفتش شنو كانت الصراحة، يعني كتبان بحال واحد البلاصة ديال الأكل فيها الطبالي وفيها في شكل داكشي معدل. أجي نوريلكم هانتوما خوتي، معرفتش شنو كان عندهم هنايا، راسي كيحرقني بغيت نعرف شنو هادشي هذا. بحال جردة ياك هادشي اللي ظنيت انها كانت. شوفوا باش انا قلت لكم بحال شي حاجه بحال شي جريده، شوفوا هادي كانت في الوسط بحال شي خاصه، بحال الخاصه هادي كانت. وشوفوا هاد النوع ديال اللوسه ولا الزليج كيف عامل مزيوان، شوفوا فيه واحد المنظر حيوي واعر. شفتو هادي كانت اخوتي بحال شي خاصه هنا في الوسط، والديكور كان مزيون. هادو كانوا هادو كانوا واقيلا كيجلسوا فوق منهم، شفتو بقى غير ديك الورد تما. ها انتوما شنو كاين، شفتوا على المنظر. غير زايده ما بقيت كنخاف شي حاجه تعضني ما حتى حاجه. شوف هاد البلاصه هادي رابت بالمعقول اخوتي، مشات كامله هانتوما شفتوا. دابا هذيك علاه نطيح اخوتي ديك الباب هذيك علاه نطيح. شوفوا شنو كاين هنا يعاود، شوفوا شنو هنا. يلا لي لايك لي لايك الفيديو، ولي جديد يشترك عندنا في القناه. شوفوا شنو كاين اخوتي، هاد الدرج هادو كيهبطو كيخرجوا هيدا. شنو كاين هنا، هذا واقيلا كنظن كان حمام. كان حمام ما نعرف. يلا خوت بلادنا صراحه زاله تما ما شاء الله.
كيعشقني، يعني كنستمتع بداك الشيء. شوف مثلا غير هذا، شوف 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 هذا النوع ديال اللوسه شحال مزيون، دليج واعر واعر، يعني الويلات مع انه عيا وتهرس وتحطم، ولكن باقي عاطي الجمال ديالو. هنا كانت عنده شي خط واقيله كنظن، شوفوا هنايا هذا الدار هذا شحال مزيون، شوفي ليه واو صراحة شي حاجة اللي واعرة واعرة. اش كتحسوا فين هاد البليصة هادي؟ هادي عاود ما عرفتش انا شنو كانت عندهم هادي. شوفوا اخوتي طلعة ديال الدرج، هانتوما كيفاش جا المنظر ديالها هكذا. اجي نطلعو نشوفو شنو غادي يبان من الفوق. كطلع في الدريجات كتلقى بحال واحد المنصة اخوتي، بحال واحد المنصة. شتو صنع لي لا محمد، صنع لي وعلي ايوا كمل مزيان كنتي ماشي زين. ما ذكر محمد صنع لي حبيبي وعلي على العمود يدك مدو بالحنان تردو عزيز عليا. ثوما كتبة من هنا، هادي كاملة مشينا ليلة ودرنا فيها هاد البلاصة. هادي هادي اللي ما دخلت لاشي، ولكن عادية حتى هي من داخل، نايض فيها غير الشجر صافي، يعني ما كاينش شي حاجة اللي غريبة. صافي خوتي قريبة على البحر جات. هانتوما هادي سبتة المحتلة، يعني حتى الفنيدق كانت محتلة، تطوان نواحي هادو كاملين كانوا محتلين، والدليل هو هادشي هذا اللي كاين التاريخ ديال المغرب معروف. يلا خوتي ما نزيدش نطول عليكم فيديو كتر من هيدا، سمحوا لي على العذاب اللي عذبتكم تفرجتوا معايا، وكنتمنى تكونوا اشتركتوا عندي في القناة وتدعموني بالتعليق ديالكم باللايك ديالكم، بارتاج اخوتي بارتاجيو الاصدقاء ديالكم، وشكرا شكرا. وخرجوا تمتعوا بحياتكم وعيشوا الحياة، حيت الحياة ما كتعاش جوج المرات، كتعاش غير مرة واحدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديو قادم كما قلت لكم إن شاء الله يا ربي. حتى سعيد وإلى اللقاء، باي باي، أدياس، أستا لويكو.